واك واك عباد الله، واش كاين شي حق يبان علينا في هاد سنترام هذا؟ هاد سنترام راه تغطات علينا، هاد سنترام مرفوع عليها القلم، وبغينا سيدنا يجي للمشروع ديالو ويجي يشوف المناكير، وبغينا سيدنا يجي للمشروع ديالو وتشوف الهياكل ديال الشاحنات الممتازه اللي عندهم، لا فرانات لا فرانه ما لا والو لا بلوات، كيقول لك انتحر شحال من واحد مات تقلب، وحنا مازالين معتصمين الى حتى يتفدى المشاكل ديالنا، حتى يحلوا المشاكل ديالنا عاد نخدموا. اولا باش نصرح لهاد الصحافه وكنصرح للمغرب بيسري بهاد العمال هادو اللي مورايا كاملين عمال شركه سنترام، هي اولا درنا معاها جميع المحاضر، درنا محضر 3 شهر 11 2020، درنا معاهم محضر في 2 شهر 12 2020، نفس النقاط اللي كنديروا في المحضر الاول كنديروهم في المحضر الثاني. محاضر ديال حضر فيهم سيد القائد، سيد مندوب الشغل، مفتي الشغل، قائد الدرك الملكي، ممثلين الشركه، ممثلين الاجراء للحوار، للحوار فقط، ممثلين الشركه للحوار. درنا محضر باع مع مدير ديال اعداد سد مداز اللي هو السي ناجي، درنا معاهم محضر، ما نفدوش هاد المحاضر، ما نفدوش، واش حنا ديما نبقاو نفدو، واش حنا ديما نبقاو نديروا المحاضر، واش نقولوا في هذا المحضر؟ هذا المحضر طلبنا لهم 3 ديال النقاط 4 النقاط، تحديد الاجرة الشهريه، وطلبنا لهم العطل السنويه، وطلبنا لهم الاعياد الدينيه والوطنيه، وطلبنا لهم الساعه الاضافيه. حنا كنخدموا 10 السوايع في شركه سنترام، 10 السوايع عاد كتحسب ليا ساعه نهار، اذا زدت شي حاجه فوق 10 السوايع عاد كتحسب ليا ساعه اضافيه. واك واك عباد الله، واش كاين شي حق يبان علينا في هاد سنترام هذا؟ هاد سنترام راه تغطات علينا، هاد سنترام مرفوع عليها القلم، مرفوع عليها القلم. هاد سنترام هادي مرفوع عليها القلم، حنا دابا بغينا الله يجازيكم بخير، بغينا الله يجازيكم، بغينا سيدنا، عاش الملك، بغيت سيدنا يجي لهاد المنداز هذا اللي تشنو بيديه، تشنو وسيدنا اللي تشنو عباد الله، ويجي المشروع ديالو، يجي يشوف الأجرة ديالو، ويجي يشوف الأجرة ديالو، ويجي يشوف العمود الفقري ديال الدولة ديالو، ويجي يشوفها باش يعرف الحقيقة على الشركة ديال سنترام. كم واحد مضرور؟ وما يزيد على عندها في إحصاء ديالها 368 عاجل في شركة سنترام. عامي علاش سيدي، علاش حنا ضايعين في هذا الحق هذا؟ علاش هذا العاجل هذا باش يخدم لي 10 السوايع عاد يتحسب لي؟ وإلا كاين هذا الحق، إلا كاين هذا القانون في المغرب راضيين به، ويحضروا سيدنا يجي، ويجي يا سيدنا، ويجي يا سيدنا الله ينصرك، ويجي تشوف بلادك، ويجي تشوف الأجرة ديالك، ويجي تشوف المشروع ديالك اش كيوقع فيه، وباش مخدوم، ويجي تشوف عباد الله، وراه البراج كيتخدم فابور من طرف حاج سنترا، من شركة سنترا. خلاص ما كاين خلاص. هو يضيف. ما كاين خلاص، كضرب شهرين ودودة الثالث عادي يجيبوا يقطروا لك. والحدودة كضرب عامين وما يجيبهم لكش. خدم وراه حتى خدام في القانون حكم الغاب كنخدموا فيه حنا النيت، رجعونا الربعينات في ايام الاستعمار هذا القوم هذو. اسمع لي استغلال، وحنا مدايرين معاهم اتفاقيه على 8 سوايع كيخدمونا 10 سوايع، السميك ما معترفش به. وتشوف الهياكل ديال الشاحنات الممتازه اللي عندهم، لا فرانات لا فرانه ما لا والو لا بلوات، كيقول لك انتحر شحال من واحد مات تقلب مشى. جا القايد اتفقوا معاه، جا المندوب اتفقوا معاه، جا الممثل ديال الدرك الملكي اتفقوا معاه، وداروا معنا اتفاقيه بحال العيالات، فيما يجي ويسلتو كيجي القايد وداك الشيء كيديرهم كيقول لك ما عندنا ما نديرو. هاد الناس راه ما قادينش بالمسؤوليه ديالهم، ما قادينش بالمسؤوليه، القايد براسو كيقولها هو المندوب، ما عندهاش مجهوله، ها هي البيتان دو باي مجهوله ما فيهاش سانترام، ها هي صورها، ها هي صورها، ها هي وخلاص وجابوه ناقص، ها هي 3500 درهم جايبين لي 67000 ريال، ها وداو لنا 5 ايام ديال السوايع، ها هي والاعياد الوطنيه، والاعياد الوطنيه قالك ما معترفينش بها ولا الدينيه، هادو ما عرفت منين جاو، وما نسمحوا لهمش يجيبوا شي واحد من شي شانتي اخر يخدم هنا، راه ما غاديش نسمحوا ليه حتى يتحقوا لنا المطالب ديالنا، وحنا مازالين معتصمين على حقنا حتى يجيبوا لنا السوايع ديالنا غير من المحضر.
يجيبوا لنا السوايع ديالنا ويجيبوا لنا المطالب ديالنا، حنا غادي نخدموا. وما بهكا راه ما كاين لا خدمه، ما نسمحولش لشي واحد يجيبوه يخدم هنا من اي واحد. وحنا مازالين معتصمين هنايا، احنا مازال نعتصموا هنا في الورش، ما بغيناش نشدوا الطريق، ما بغيناش نزيدوا المشاكل السلطه المحليه ولا العماله ولا سميتو. احنا مازالين في الورش، هذه الخدمه ما تخدم، ما كاين والو حتى يفدوا بالقوانين ديالنا. راه حنا كنخدموا 10 السوايع وكنتخلصوا في 8 السوايع. المشاكل بزاف كنعيشوا هنايا، كنعيشوا مشاكل، كنعيشوا استفزازات شويه من المسؤولين، تهديدين شويه من المسؤولين، وكنعيشوا بزاف بحال الا قلتي العنف اللفظي. يعني بغاو يطردوكم؟ طردوا 120 عام الاول، 120 عام الاول طردوها بهذا السبب هذه. وداد العام راه كاين تهديد، اكثر الاولاد المنطقه كاين تهديد لكلشي. هو المهم كاين تهديد بزاف من المسؤولين، وكنطلبوا دابا سيدنا يجي يشوف المشروع ديالو. وحنا مازالين معتصمين الى حتى يتفدى المشاكل ديالنا، حتى يحلوا المشاكل ديالنا عاد نخدموا. بالنسبه لي انا اون بيرسون عامل هنايا في هذه الشركه هذه، وكنسكن بعيد، والشركه موفره المسكن، ولكن ديك المسكن غير لائق تماما بصحة العامل، ولا ما فيه حتى شي شروط. مثلا من الحاجة الأولى مثلا غير الدوش، راه عريان على برا كدوش منك للسما. ثانيا النظافة، الميناج ما كاينش، الظروف القاسية اللي كتعيشها هذه المنطقة هذه من ناحية المناخ ديالها. راه الكل كيعرف، المغرب كله كيعرف المناخ ديال هذه المنطقه هذه، راه صعيب وصعيب بزاف. يعني ما كاينش تدفئه، الماء شوفو الماء سخون هو الاخر، ما كتلقاش 200 واحد كتسمع على شوفو، على واحد شوفو واحد. ميم طون حتى الغدا غادي تقدر تلحق يطرو ديال الماء سخون. هذا ما يمكن على النظيف، والله يدير شي تاول الخير. جمعيات المجتمع المدني، جمعيات حقوق الانسان، هيئات حقوق الانسان باش يتضامنوا مع هاد العمال، وواحد النداء للحكومه باش تشوف هادشي اللي كيعانيو منه العمال. شغيل هاد المغرب كامله كتعاني هاد المعاناه. العام اللي فات كانوا محاضر مع السلطه المحليه والدرك الملكي والممثلين ديال 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 العمال، ودخلنا حنا كفاعلين جمعويين ما بيناتهم وبين السلطه المحليه، وجلسنا للحوار في القياده وداروا محاضر. مشى ذاك المحضر ما منوش، جا هذا العام ثلاثه ديال المحاضر في السلطه المحليه، الدرك الملكي، الممثلين ديال الشركه، الممثل ديال لاضياش النجي، والمفتش الشغل. هاد الناس انا بغيت نوجه واحد السؤال للراي العام والسلطه كاع المحليه والاقليميه والوطنيه، واش هاد الشركه مرفوع عليها القلم؟ واش هاد العمال هادو اللي كيضيعوا في حقهم، وكنقولوا حق مدونات الشغل وداك الشيء اللي كيتقال في التلفازه، راه ما كاينش في ارض الواقع. خص تجيو تشوفوا، المعاناه ديال هاد الناس. حنا كنعرفوا ولاد البلاد، وكنعرفوا الناس اللي جاوا من بلاد بعيده وكيخدموا هنا. كل واحد عنده مسؤوليه. مول الحانوت كيتسلوا، انا جالس في الحانوت كيجي السيد كيسمع من مول الحانوت هضره خايبه، كيقول له واش 3 شهور هذه كنعطيك انا بعد مني؟ فين غيمشيو هاد العمال؟ شكون اللي غيشد لهم حقهم؟ الا كنقولوا حنا بلاد الحق والقانون، بغينا حنا هاد النداء. انا كفاعل جمعوي في الجماعه ديال تازوطا كنوجه هاد النداء لصاحب الجلاله الله ينصرو، هو اللي عندنا فيه الثقه، وهو اللي ممكن يشد الحق لهاد العمال وهاد الفئه اللي كتضيع. راه مجموعه ديال العائلات، راه 300 وزياد ديال العمال كيضيعوا، ما كاينش اللي كيشوف. مجموعه من المحاضر وهاد الشيء راه كتشهد عليه السلطه المحليه والدرك الملكي والمفتش ديال الشغل والمندوب ديال الشغل، كلشي راه شاهدين عليه. والمحاضر راه عند السلطه وراهم في العمله ديال صفرو، والله ينصر الملك. راه من غير سيدنا ما كانش اللي شدنا حقنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.